بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبي الهادي الأمين محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يسر قناة طنجرة معك يوم تستقبل مع حضراتكم سلسلة شروحات المتميزة بناء على طلبات الأصدقاء. وصلتنا عدد كبير جدا من الشكاوي بخصوص الحصول على تعريف لمكونات جهاز الكمبيوتر أو اللابتوب أو اللابتوب الخاص بيهم، وواجهتهم هذه المشاكل المستعصية، وقاموا بالبحث على العديد من البرامج، لكن واجهتهم صعوبة في تحميل هذه البرامج وكمان في حجم هذه البرامج، والبعض بيدعي ان حجمها 2 جيجا او 4 جيجا او 8 جيجا، وده هيكون من الصعب الحصول عليه بالطرق العادية. لذلك بنقدم لحضراتكم هدية، وهي برنامج اسمه درايفر بوستر. هذا البرنامج العملاق المتميز اللي من خلاله بعد تصطيبنا على جهاز الكمبيوتر او اللابتوب بيمكننا من جلب والحصول على التعريفات الخاصه بالجهاز، جميع مكونات جهاز الكمبيوتر، وتقديم اقتراحات لعمل ابجريد وترقيه بالنسبه لها. لذلك بنقدم لحضراتكم اليوم هذا الفيديو الخاص بتحميل وشرح هذا البرنامج لتعريف الاجهزه واللابتوب. دائما وابدا بنسعد بارائكم ومشاركاتكم على قناتنا وقناتكم على اليوتيوب، قناه طنجره جرتنا على اليوتيوب www.youtube.com/مصر طنجرة النجار، او مدونه قناه طنجره النجار التعليميه مصر طنجره النجار .blogspot.com، او منتديات كنوز الطارئ www.farms.kunuz.com/forum.hb، او قناتنا على تويتر twitter.com/مستر طارق النجار. ما تنسوش ان اسفل هذا الفيديو سوف تجدون رابط المدونه لتحميل هذا البرنامج المتميز. تعالوا بينا ننتقل للجزء العملي. كل اللي عليك انك هتقوم بتشغيل المتصفح الخاص بيك، ثم من محرك البحث جوجل هنكتب مدونه قناه طارق النجار التعليميه، مدونه قناه طارق النجار التعليميه اول نتيجه بحث، ثم بعد ذلك هنضغط على اول نتيجه بحث. بعد ذلك هتظهر نافذه هذه المدونه، هنقوم بتحريك شريط التمرير الى ان نصل الى البرامج اللي هي برامج تعريفات الاجهزه واللابتوب. هنبحث عنها نشوفها كده مع حضراتكم، ادي برامج تعريفات الاجهزه واللابتوب، وننتظر ان يتم التحميل. بعد التحميل هستخدم شريط التمرير لاسفل اهوت، في هنا برنامجين، انا بفضل لحضراتكم البرنامج الثاني اللي هو درايفر بوستر داونلود. ده البرنامج ده متميز جدا، حجمه قليل في حدود 10 ميجا، بنستطيع من خلاله نقوم بجلب كل التعريفات الناقصه لجهاز الكمبيوتر وتقديم اقتراحات عنها بطريقه سلسه وسهله جدا. ثم بعد ذلك هنضغط على التحميل من هنا وننتظر، فتظهر النافذه. لو انت عندك انترنت داونلود مانجر هتقوم بتحديد المكان للحفظ، وليكن سطح المكتب حسب البيانات الموجوده عندك او اي بارتيشن من البارتيشنات، ثم هتضغط على سيف. بعد ذلك تضغط على بدء التحميل فيتم تحميله على جهاز الكمبيوتر. اذا ما كانش عندك برنامج انترنت داونلود مانجر هيتم تحميله في الداونلود. نضغط على بدء التحميل ونشوف مع بعض. ان ضغطنا وقمنا بتحميل البرنامج على هذا النحو، وده شكل هذا البرنامج. هنقوم بتصطيبه عن طريق الضغط المزدوج، ثم بالطريقه العاديه بالنسبه لنا نيكست نيكست، الى ان يتم تصطيبه وتنزيله على نظام التشغيل الخاص بيك. والعمليه دي بتستغرق بضع ثواني وساعات دقيقتين او اتنين. هقول له نيكست، ثم اكسبت، ثم نيكست، وبعدين هينشئ مجلد. خليه ينشئ لك كرييت على سطح المكتب، كرييت ديسكتوب ايكون، نيكست، ثم ننتظر الى ان ينتهي من عمليه التصطيب على الجهاز على هذا النحو. بيتلاعب مع الاكس بي والفيستا ويندوز 7 ويندوز كده. خلاص خلصنا. نلغي العلامه دي ممكن، لانه هنا بيشير لك الى تركيب برنامج معين، انا افضل لا. ونلغي برضو العلامه التاشير ديت، كل هذه العلامات نلغي التشيك ان الخاص بيها واقول له فينيش. كده قمنا بتصطيب البرنامج بنجاح. تعالوا بينا نتعلم مهاره الاستفاده من هذا البرنامج. لو طلعت لك نافذه اقفل هذه النافذه، نتعلم بقى الاستفاده. ادي البرنامج اهوت، هضغط عليه دبل كليك اللي هو درايفر بوستر، وننتظر ان يتم تشغيله. هتلاحظ ان البرنامج بيعمل سكان سريع على جميع الهاردوير الخاص بجهاز الكمبيوتر او اللابتوب، بشرط انك تكون متصل بالانترنت. وهذا البرنامج فري مجانا، مساحته صغيره جدا لا تتجاوز 10 ميجا في هذه الاصداره. بعد ما عمل سكان سريع بيظهر لك الديفايس المتركب، الديفايس درايفر اللي موجود على الجهاز، وبيعمل لك اقتراحات خاصه بيه بحيث انك تضغط على اب جريد، وممكن تضغط على اب
ابديت بالنسبه له، ابديت اول، بتختار العنصر اللي انت عايز تعمل له الابديت، بتحدده. لو عايز تلغي عنصر معين تلغي علامه صح او تاشرها على هذا النحو، وليكن مثلا نختار الهاي ديفينيشن اوديو ديفايس، هقول له ابديت وانتظر الى ان يعمل تشيك اب سريع عليه ويقوم بجلب هذا التعريف من الانترنت، وبعد ذلك هيقوم بتعريفه على الجهاز بطريقه سلسه ومباشره. وفي بعض الاحيان بيطلب منك انك تعمل ريستارت بالنسبه للجهاز لتمكين هذا التعريف من الجهاز، وهكذا بالنسبه لجميع الوحدات. العمليه دي بتتوقف على سرعه النت الموجوده عندك، ادي واحد، وحجم الملف اللي بيتم عمل ابديت بالنسبه له، وفي النهايه هتنجح هذه العمليه معاك بنسبه 100%. اتمنى اكون وفقت في شرح هذا البرنامج المتميز اللي مساحته قليله جدا، لا تتجاوز 10 ميجا، لكن امكانياته رهيبه. شروط الاستفاده منه انك تكون متصل بالانترنت وتطلب منه انه يعمل لك ابديت، وتحدد الديفايس درايفر اللي انت عايز تعمل له ابديت، وهو هيقوم بجلب التعريف الخاص بيه والنسخه الحديثه، ثم بعد ذلك بعد عمليه الجلب هيقوم بعمليه الانستولوشن بالنسبه له، وبالتالي الاستفاده من امكانياته. دايما وابدا ما نسعد بآرائكم واقتراحاتكم على قناتنا وقناتكم على اليوتيوب، قناة الجارة التعليمية على اليوتيوب. ما تنسوش ان اسفل هذا الفيديو سوف تجدون اللينك الخاص بقناتنا التعليمية، والهدف منها انك تقوم بالدخول للموقع وتحميل هذا البرنامج. سعدت بكم، انا طارق النجار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.